إنني أتقدم بجماعة الصلاة في مكان عملنا وأجهر بالبسملة، وفي أحد الأيام كان يصلي معنا أحد الإخوان جزاه الله خيرا، وبعد الصلاة أخبرنا بأن البسملة لا يجوز الجهر بها. أرجو التكرم بتوضيح ذلك لي، هل أنا على خطأ في الجهر بالبسملة في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الجهر بالبسملة في الصلاة بصفة دائمة هذا غير مشروع عند جمهور أهل العلم، وإنما يسر بها تقرأها سرا هي مستحبة في الصلاة ليست واجبة. الاستعاذة والبسملة، الاستفتاح والاستعاذة والبسملة من سنن الصلاة، والسنة أن يسرها، وإذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إنما الكلام في المداومة على ذلك. جمهور أهل العلم لا يرون الجهر بها، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والحديث في الصحيح دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة قبلها، هذا هو الصحيح كما قاله لك هذا الأخ، هو على صواب في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك.